خلاص بتبقى ايه الحمد لله طبيعة في الظروف موافقة. اللي القاهرة لحضرتك اشرت ليها، وبرده يعني يبقى دوركم في تقديم يعني البديل. ممكن يعني سمعنا الناس بتقولك بروح اشتري مية، طب فين عربيات المية التابعة للشركة لامداد المناطق دي بالمية المحتاجينها؟ بيبقى في عربيات ميه يا فندم، احنا كل الشركات عندها مزودينها بعربيات ميه، وعربيات دي معظمها مزود بيه حنفيات في من الخلف، بيقدر المواطن يقدر ياخد بيها او يعبي بيها الجراكن بتاعته. اول بيبقى عندنا الانقطاع المخطط ده زي ما قلت كده، بيبقى عارفين ان العربيات الميه بتنتشر في المناطق اللي هيحصل فيها الانقطاع عشان تقدر توفر الميه للاماكن دي. طب وبالنسبة بقى للظروف القاهرة اللي ما بتخلوش حضرات بتخليش حضراتكم تلتزموا بالمعاد اللي ظروف قلتوا لنا؟ القاهرة ممكن الشبكات ممكن يكون حضرتك زي ما قلت الشبكات بتبقى متهالكة، فممكن احنا مخططين ان احنا الخطوط دي هيتقطع فيها، مثلا هيتقطع منها جزء معين، بنفاجأ ان في جزء تاني جنبه برضه متهالك، فالموضوع يبتدي يمتد الى اكثر من مسافة طولية، وبالتالي بياخد وقت اطول شوية. في بعض المحابس المتهالكة برضه اللي احنا محتاجة عملية الاستبدال كامل ليها. فاحنا حاليا دلوقتي عندنا خطط للكلام ده زي ما قلت بالنسبة لإحياء وتجديد للشبكة، وعندنا برضه للمحابس اللي موجودة. المحابس اللي بنحاول على قدر الإمكان دلوقتي بنعمل مناطق محددة بنقدر نقفلها بالمحبس، بدل ما اقفل محطة المية كلها مثلا بتاعت إمبابة، لا ده أنا ممكن دلوقتي بنحدد مناطق أقدر أقفل المية عن المنطقة اللي أنا هقدر أشتغل فيها، وده بيخليني بدل ما أقطع عن المدينة كلها بقطع عن أماكن محددة فيها أقدر أصلحها بسرعة وأرجع المية للمواطن على طول. إحنا طبعا لما بيحصل حاجة زي كده بيحصل تنويه في التلفزيون، وبيحصل تنويه في مواعيد القطاعات عشان يبقى المواطن بيعمل حسابه إن هو يقدر يحوش المية في الفترة دي.